السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام نحييكم ونقدم لحضراتكم حصيله الاخبار الاسبوعيه من شيعه هذه اهم العناوين. العالم الاسلامي يبتهج بولاده السيده زينب الكبرى عليها السلام ويستذكر مواقفها في الدفاع عن مسيره الامامه الالهيه. بعد جملة من المطالبات إعادة افتتاح حرم الإمامين الكاظمين عليهما السلام والمحبون يبدأون بالتوافد لأداء مراسيم الزيارة المسلم الحر تدعو العفو الدولية لإنقاذ عشرات الشبان البحرينيين الناشطين من خطر الإعدام شيعة رايتس تستنكر حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها السلطات السعودية ضد المواطنين الشيعة والأمم المتحدة تهاجم الرئيس الأمريكي بسبب العفو عن مرتكبي جريمة ساحة النسور في بغداد أهلا بكم مشاهدينا إلى تفصيلات الأخبار شهد مرقد السيدة زينب الكبرى عليه السلام في سوريا نشر الورود ومظاهر الزينة والفرح بمناسبة ذكرى ولادتها المباركة وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين في العتبة الزينبية المطهرة قالت إن المرقد المشرف شهد تعليق أكاليل الورود الطبيعية ومظاهر الزينة والفرح لأحياء الولادة العطرة مضيفة أن المرقد عمته أجواء الفرح والسرور بولادتها المباركة وسط آمال بأن يعم الأمن والسلام على جميع المسلمين في العالم هذا وشهدت الحسينيات والمراكز الدينية في مختلف أرجاء العالم تنظيم البرامج الدينية والثقافية واستذكار مواقف السيدة زينب عليه السلام في الدفاع عن مسيرة الإمامة الإلهية تلقى محبو أهل البيت عليهم السلام إعلان إعادة افتتاح مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام عصر يوم الجمعة الماضي بفرح غامر بعد أغلاقه لمدة قاربة العام وذلك بسبب إجراءات السيطرة على وباء كورونا وما تخللتها من أعمال عمرانية داخل الضريح الشريف حيث لم يهدأ لمحبي وعشاق أهل البيت عليهم السلام أي بال وهم يرون المرقد الطاهر مغلقاً أمام زائريه، حيث نظموا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن المطالبات المستمرة للناشطين التي وجهوها لإدارة العتبة الكاظمية المقدسة بإعادة افتتاحه وعدم تجاهل مثل هذه المطالبات، وقال ناشطون حسينيون في أحاديث متفرقة لشيعة وايفز انهم قطفوا ثمار حملاتهم ومطالباتهم المستمره بفتح مرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام معربين عن سعادتهم بعوده احتضان المرقد الشريف لزائريه من جديد ومطالبين في الوقت ذاته اداره العتبه الكاظميه ببذل المزيد من الجهود وتوفير الخدمات اللائقه بالزائرين كما اعربوا عن املهم بان تشهد العتبه المقدسه اعمالا كبرى ومشاريع حقيقيه تليق بصاحب المرقد الشريف وتستطيع استيعاب الملايين من الزائرين على مدار العام كرمت مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية في كربلاء المقدسة كرمت الفائزين في مسابقة شاعر العشرين لإحياء ذكرى الذكرى المئوية لانطلاق ثورة العشرين الخالدة وقال عضو لجنة التحكيم أحمد ماضي إنه بمناسبة مرور مئة عام على مرور ثورة العشرين الخالدة ضد الاستعمار البريطاني عام 1920 والتي حرر فتواها زعيم الحوزه العلميه في حينها المرجع الديني الراحل الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره الشريف ولاهميه هذا التاريخ لدى العراقيين اطلقت مؤسسه مصباح الحسين عليه السلام للاغاثه والتنميه مسابقه شاعر العشرين في الشعر الشعبي والفصيح مضيفا ان الهدف من المسابقه حث الاقلام الادبيه على الكتابه لايصال الرساله الى الاجيال الحاضره واللاحقه، مؤكدا ان المسابقه جرى تغطيتها من قبل مجموعه الامام الحسين عليه السلام الفضائيه، حيث عبر الفائزون في المسابقه عن شكرهم لمؤسسه مصباح الحسين عليه السلام للاغاثه والتنميه ومجموعه الامام الحسين عليه السلام الاعلاميه على تنظيم المسابقه وتغطيتها. كشفت العتبه الحسينيه المقدسه عن وصول اللجنه الاكاديميه والعلميه المشكله من قبلها ومن جامعه الموصل والمختصه بالطرقات والجغرافيا الى نتائج مهمه بخصوص تتبع سير السبايا من اهل البيت عليهم السلام بعد واقعه الطف الاليمه وقال معاون رئيس قسم النشاطات العامه الشيخ علي القرعاوي: انه تم تشكيل لجنه لتوثيق الطرقات التي سار عبرها عبرها اهل البيت اهل بيت الامام الحسين عليهم السلام من مدينه الكوفه الى الشام واضاف القرعاوي انه خلال البحث العلمي والاكاديمي وجدنا العديد من الدلالات والاثار بخصوص مسير السبايا بقياده الامام زين العابدين والسيده زينب عليهم السلام مبينا ان الطريق يصب في اتجاه منطقه تسمى بلط وهي محاذيه بين مدينه تلعفر وجبل سنجار ومضيق ما يسمى باب شلو، حيث تم استخدام هذا الطريق المخفي بين الجبلين عبر الحدود السوريه التركيه حاليا وصولا الى بلاد الشام. موضحا ان هذا الطريق ومن خلال تتبعنا وجدنا فيه علامات ومؤشرات تدلنا بان سبايا اهل البيت عليهم السلام ساروا عليه. فيما تم توثيق مرقد السيد عبد الرحمن بن علي بن الحسين عليهم السلام في منطقه بلط اضافه الى الصخره التي وضع عليها راس الامام الحسين عليه السلام اقامت لجنه اهل البيت الخيريه التابعه للمرجعيه الشيرازيه في الكويت مخيما طبيا في تنزانيا لعلاج امراض العيون وذكر بيان للجنه ان المخيم اقيم انطلاقا من وصايا المرجع الديني سماحه اية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي للاهتمام بالاوضاع الصحيه للاهالي الفقراء والضعفاء الساكنين في المناطق المحرومه وضمن جهود المؤسسه في القاره الافريقيه. مضيفا ان المخيم يقدم الخدمات الطبيه والعلاجيه بشكل مجاني حيث تم فحص وعلاج العديد من مرضى العيون واحاله بعضهم الى عاصمه تنزانيا وتعريفهم للمراكز الطبيه فيها لغرض تلقي علاجهم تعتزم لجنة سيد الشهداء عليه السلام العالمية التابعة للمرجعية الشيرازية في الكويت تأسيس وبناء 14 مركزا خاصا بتعليم القرآن الكريم في شرق القارة الإفريقية وذكر بيان للجنة أنه امتثالا لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله بتعلم القرآن الكريم وتعليمه وانطلاقا من وصايا المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي بضروره تعليم القران الكريم ونشر ثقافته بين الناس تعتزم اللجنه تاسيس وبناء اربعه عشر مركزا خاصا بتعليم القران الكريم في دول شرق القاره الافريقيه فيما اكد احد مسؤولي اللجنه على ان المراكز هي بعدد المعصومين الاربعه عشر وستكون باسمائهم الشريفه دعت منظمه العنف العالميه المسلم الحر منظمه العفو الدوليه الى التدخل العاجل لانقاذ عشرات الشبان البحرينيين الناشطين في مجال الحقوق من خطر احكام الاعدام الصادره بحقهم وقال بيان للمنظمه انه يواجه اكثر من خمسه وعشرين ناشطا بحرينيا عقوبه الاعدام اثر احكام صادره عن محاكم قد تفتقر لمعايير الشفافيه والنزاهه فيما اثار ناشطون اخرون ان جميع الاعترافات انتزعت بالقوه وتحت التعذيب النفسي والبدني مشيره الى ان سجل الحكومه البحرينيه في مجال حقوق الانسان شهد تدهورا غير مسبوق بعد ان عمدت السلطات الى ملاحقه الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين بطرق تفتقر الى المشروعيه وغالبا ما تروج لاتهامات جاهزه وغالبا ما تروج لاتهامات جاهزه ومفتعله بحقهم فيما اقدمت على تنفيذ احكام اعدام اثر محاكمات مشبوهه. أعربت منظمة شيعة رايتس ووش الدولية عن استنكارها الشديد إزاء استمرار أعمال الاعتقال التي ترتكبها السلطات السعودية التي تستهدف المواطنين الشيعة مطالبة بضرورة وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات طائفية وسياسية وذكر بيان للمنظمة أنه أجهزة الأمن السعودية قد أقدمت قبل أيام على اعتقال الشيخ حسين النمر في منطقة القطيف شرق البلاد، وذلك ضمن سلسلة اعتقالات ومداهمات مستمرة ضد أبناء الطائفة الشيعية بالتحديد، مضيفة أن إجراءات السلطة السعودية هي انتهاك صارخ واستخفاف بحرمة المواطنين وقوانين حقوق الإنسان الإسلامية والقانونية، إلى جانب ما يمثل ذلك من اذى نفسي ومادي للمعتقلين وذويهم على حد سواء مشيره الى ان السلطات السعوديه تصر على سياسه القمع والاستبداد الطائفي ضد المواطنين الشيعه في القطيف ما يستدعي تدخلا من قبل المنظمات الانسانيه والحقوقيه للحد من تلك الانتهاكات الخبر الأخير أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو أعربت عن القلق البالغ إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عن أربعة موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة بلاكوتر أدينوا بقتل مدنيين عراقيين وقالت هورتادو في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية نشعر بقلق بالغ ازاء قرارات العفو الاخيرة التي اصدرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن اربعة من موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة حيث ان العفو عنهم يعزز الافلات من العقاب ويشجع الاخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية يوم الأربعاء الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا بالكامل عن أربعة عناصر سابقين في شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة أدين بارتكاب مجزرة خلفت أربعة عشر شهيدا بين المدنيين في بغداد عام 2007 مشاهدينا نهاية الحصيلة هذا تذكير بأهم العناوين العالم الإسلامي يبتهج بولادة السيدة زينب الكبرى عليه السلام ويستذكر مواقفها في الدفاع عن مسيرة الإمامة الإلهية بعد جملة من المطالبات إعادة افتتاح حرم الإمامين الكاظمين عليهما السلام والمحبون يبدأون بالتوافد لأداء مراسيم الزيارة المسلم الحر تدعو العفو الدولية لإنقاذ عشرات الشبان البحرينيين الناشطين من خطر الإعدام شيعة رايتس تستنكر حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها السلطات السعودية ضد المواطنين الشيعة والأمم المتحدة تهاجم الرئيس الأمريكي بسبب العفو عن مرتكبي جريمة ساحة النسور في بغداد مشاهدينا ختام الحصيلة شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء اللهم عجل وليك الفرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته